وين رايح؟ عندي شغل. قلت لك سلمى صاحبة القهوة جاية وجايبة بنتها معها، بدها تعرف علينا، البنت امبارح وصلت من السفر. بشرفك خالتي أنا قليش لا بدي أتعرف على سلمى وبنتها؟ شو قلي فيهم للجماعة؟ هدول الجماعة اللي اشتروا مني البيت والمطعم بدهم يضبطوا وبعد فترة بدهم يفتتحوا. ألف مبروك، الله يوفقهم. عيب حبيبي عيب، استنى بس خمس دقايق وقت اللي بيصلوا سلم عليهم بعدين روح. ليكم وصلوا. هاي. يا أهلا وسهلا. شكلكم ظاهرين. خلص مش مشكلة، نحنا كنا جايين بس خمس دقايق، حابين نعزمكم على افتتاح القهوة احتراما لكم لأنه أنتوا أصحاب الأساسيين ومنعرف قديش هذا المطرح بيعني لكم. بالعكس عم نستناكم. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. شكرا. أهلا يا أهلا وسهلا. أهلا حبيبتي. يا هلا. اسم الله عليك اسم الله عليك. يخزي العين. أهلا وسهلا فارس. مرحبا. هاي كارن. فارس. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يا أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. شو؟ إن شاء الله قرب افتتاح المطعم؟ ولا كل شيء جاهز، يعني فينا نفتح هلأ بس ما رح نفتح لنأكد حضور الضيعة كلها. هيك صعبتيها، معناتها ما رح تفتحي أبدا. أنا قلت لها أنه هون بالضيعة بيناموا كتير بكير، للصراحة لو كنت عارفة هيك ما كنا فتحنا هون. بكره بيتخيروا، أصلاً بوعدكم إنه كل الضيعة رح تجي على المطعم. كيف؟ شو المخطط اللي عم تفكري فيه؟ بكره بتشوفوا، بس أعطوني فرصة صغيرة بتشوفوا. كيف قهوتكم؟ ما بدنا نعزبك. لا ما بيصير، أنا جايبة معي قهوة من الشام بتطير العقل. بلا سكر. وبلا سكر؟ بلا سكر. أوكي. كيف يعني اليوم الدفن؟ هيك ماتت بندفنها وخلاص؟ عم بفهم عليك، شو لازم نعمل؟ مش لازم نعرف كيف ماتت هالمسكينة؟ مرة بأول عمرها ما بها شيء، كانت منيحة بالمصح. لازم نتأكد من سبب الوفاة. حكيم قال أنه ماتت سكتة قلبية. عن جد؟ أنت هالقد واثق من هالحكيم؟ مش يمكن يكون قابض له قرشين ليقول هيك؟ مين بده يدفع له يعني؟ وليش؟ مين يلي بدهن هالة تموت لينتقموا منها وينتقموا منكم؟ اسمعي يا ابني، أنا ما جاي أتدخل بحياتك أبداً ولا جاي أفرض عليك أي شيء،